معنا اتصال مع الخبير الاقتصادي الأستاذ حجاج بخضور. حياك الله أستاذ حجاج. يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. أستاذ حجاج، أول شيء شاكر لك على هذه المشاركة، وأيضا بودنا نتكلم عن مشكلة التوظيف في الكويت. هل فعلا إحنا نعاني من مشكلة التوظيف في الكويت من ناحية التكدس الوظيفي وأيضا انتظار الطويل في طوابير وأيضا مخرجات التعليم وعدم تطابقها مع احتياجات الدولة؟ نعم، طبعا مشكلة الوظيفة في الكويت أو التوظيف في الكويت تأخذ أبعاد كثيرة جدا. أولا بسبب النظام العام في الدولة الذي تقام أو الفلسفة التي تقام عليها التوظيف. نعم. إذا لما تأخذ من حيث أولا الراتب، فالنظام هو نظام يعني يخلق أو ينتج مشاكل، مشكلة تلو المشكلة، فهو نظام قائم الأجر مقابل الوظيفة. نعم. أي أن الذي يحصل على وظيفة، وهذه نقطة مهمة جدا أنا يعني أحب أنطلق منها، الذي يحصل على حتى يحصل على الراتب يحصل على وظيفة، وبالتالي ليس الوظيفة مرتبطة بالإنتاجية وليس مرتبطة بالإنجاز. ويعني ذلك أن كل من يدخل المدرسة ويتعلم يخرج ليس لكي يستفيد مما تعلمه ويطبقه في حياته ويكون جزءا من شخصيته. نعم. وجزءا من كيانه وولاء للوطن، وإنما ذلك فقط ليأخذ أجرا مقابلة. نعم. هذه الإشكالية تضعنا أمام مشكلة مع القطاع الخاص، أو مع تضعنا مشكلة مع سوق العمل، تضعنا مشكلة مع المخرجات التعليمية ومدى تطابقها مع سوق العمل، تضعنا أمام مشاكل كثيرة جدا. فالذي نراه الآن أن هناك خلل في قوة العمل الوطنية، هذا الخلل مبني على النوع والكم، أي أنه نوعية المخرجات التعليمية لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل. هذا اللي بتكلم عنه الآن يعني أستاذ حجاج بالنسبة لمخرجات التعليم، يعني عدم وجود خطة مثلا حكومية من 20 سنة وأكثر لحصر ما هي احتياجات الدولة من خلال مخرجات التعليم، وأيضا علشان ما يكون هناك تكدس وظيفي غير يعني لا غير عن تخصص اللي مفروض انه هو متخرج عشانه. عدم غياب هذه الخطة وعدم وجود خطة واستراتيجية لهذا الموضوع، شنو باعتقادك أسبابه وليش ما شفناه إلى اليوم؟ أسباب سوء التخطيط، أسباب أولا الوزارات كما ذكرت، لأن أنت الفلسفة التي تقوم فيها لدى الدولة في عملية العمل هي الأجر مقابل الوظيفة، وبالتالي لا يكون هناك يعني لن يكون هناك توافق بين المخرجات وبين احتياجات سوق العمل. لذلك تجد أن مخرجات كثيرة جدا من إدارة الأعمال، وسوق العمل لا يحتاج إلا 10% من هذه المخرجات، لكن عندك نقص في أعمال كثيرة جدا أو في تخصصات كثيرة. ما يعني النتيجة، بالنتيجة أول شيء ترتفع التكلفة على الدولة في إنتاج الخدمات، ثانيا يكون عندك بطالة، ثالثا يكون عندك تشوه كبير جدا في الهيكل الوظيفي في الدولة، يكون عندك تدني في مستوى الخدمات. هذا بشكل عام إذا جيت أنت إلى 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 مستوى إلى مشكلة عدم أو نتائج عدم تطابق أو اللي هو المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل. وضعنا احنا خطة من بداية التسعينات في معالجة هذه المشكلة، وعرضناها على مجلس الأمة على أساس يستصدروا قوانين في هذا الأمر، أساسها ينبني يعني فيما يتعلق أيضا فيما يتعلق بتوزيع قوة العمل على القطاع الخاص والقطاع العام. قلنا يا جماعة خفضوا من تكلفة الموظف الكويتي أو المخرجات التعليمية التي تنتجها المدارس أو تنتجها العملية التعليمية. تخفيض ليس بتخفيض الراتب، يعني أبي بس التركيز على النقطة، التخفيض هنا لما أرفع أنا من مستوى كفاءة هذه المخرجات التعليمية أنا رفعت إنتاجيتها، لما أرفع إنتاجيتها هني أخفض تكلفتها. طبعا فعلا أستاذ حجاج إحنا نتمنى يكون هناك رفع لإنتاجية الموظف في الكويت، وأيضا أن تتواكب وتتطابق كل مخرجات التعليم مع احتياجات الدولة. كل الشكر لك على هذه المشاركة الأستاذ حجاج بخضور الخبير الاقتصادي.